قرر إبراهيم عثمان رئيس نادي الإسماعيلي والمشرف على قطاع كرة القدم بالنادي إيقاف مستحقات اللاعبين لحين تحسن النتائج، إضافة لخصم مبلغ مالي من كل لاعب شارك في مباراة سموحة بكأس مصر. كان الإسماعيلي قد خسر من سموحة بهدف دون رد ليودع كأس مصر من دور 16، فيما قرر رئيس النادي خصم مبلغ مالي يقدر ب 20,000 جنيه من كل لاعب مشارك في مواجهة سموحة في كأس مصر.